في إنجيل يوحنا بيتكلم الكتاب المقدس إنه المسيح تقابل مع امرأة سامرية. هذه الامرأة السامرية طبعا كانت عايشة بضياع، اتزوجت 5 مرات، والمرة السادسة كانت عايشة مع زوج بالحرام مش لإلها، لكن المسيح العالم بكل شيء قال لها ادعي زوجك. وهون ابتدأت الإعلانات، شافت إن هو أعظم من إنسان، قالت له أرى أنك نبي. ثم وصلت إلى الإعلان الكامل عندما قالت له أنا أعلم أن مسيا سيأتي، ومتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء. قال يسوع المسيح أنا الذي يكلمك هو. والنتيجة تركت الجرة وركضت إلى المدينة وقالت هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ والنتيجة أنه رجعت المرأة السامرية مع أبناء بلدتها اللي كانت سمعتها مش كويسة، أجت البلدة وتقابلت مع يسوع المسيح. ومكتوب في يوحنا 4 آية 39 آمن بالمسيح كثيرون من هذه المدينة. وطبعا في آية 41 مكتوب أنه آمنوا بسبب كلام المسيح، لأنه مكث يومين وكان خلاص عظيم لهذه البلدة. المرأة السامرية شهدت عما فعلوا يسوع المسيح في حياتها.